انا اللولة، احنا اللولين شفنا في العناش، احنا اللولين حالة زمك. الله يعطي الصبر لأيوب لأمو، هادشي اللي غنطلب. ودري تربى معانا صغير وتعزل من عند دريس، يعني من عند مدرب احسن مدرب في هنايا كان كيلعب في النادي، يعني شفنا فيه كلشي، لا خواتات ولا مو ولا اي واحد شفنا فيه. الله يعمر ليه الدار، الله يعمر ليه الدار. هادشي اللي غنقول لك، والله يرحمه ويوسع عليه. شفتو في الكلينيك بحال اليوم كان جا، بحال البارح كان غادي يمشي ياكلو، مع شفناه مع 12 الليل، هي ديك مع جوج الليل هي فاش داروا كسيده، والحمد لله اللهم لك. ها شفتها لا يرثى لها، الله يعطيها الصبر ايوب. هادشي اللي كنطلبوا، الله يعطيها الصبر ايوب، لا هي لا خواتاتها. نعم التربيه، نعم الحسنه، حنا ساكنين حدانا، عمرنا ما سمعنا عليه شي حاجه، عمرنا ما ضرت شي واحد شي حاجه، واللهم لك الحمد. مشيت لقيت هذا الخبر البارح مع 11 ديال الليل، يعني والله ما جانا النعاس، وجينا دابا للعائله كان يعني نواسيوها وكنمسكن في واحد الحاله يرثى لها. فاش كنا في لاكلينيك كنطلبوا الله من الله تعالى يوم جمعه له بالدعاء والمغفره، وكان يعني كنطلب من الله سبحانه وتعالى الاهل ديالو السلوان، لان ماشي ساهل. انسان خالوق، واحد الانسان اللي عطاك كثير كثير تبارك الله، ماشي نقول لك انسان خالوق بصفتي انني كنعرف الوالده ديالو والاب ديالو، ولهذا اليوم جينا ومشى هذا النهار كبير عند الله. شفت الام ديالو، شفت الاب ديالو مي كان في لاكلينيك، يعني قبل ما يتوفى كنت مشيت عندهم لاكلينيك وهو سيتهم، ولكن كانت الزياره ممنوعه. ولكن الحمد لله البارح ما هكا تلاقيت هذا الخبر ديالها، وجيت باش نشارك في هذا العزاء، لان راه حنا وداديين، والله سبحانه وتعالى جاد سبحان الله رب، يعني جات مع الوداد ترجي، فرحنا واحد الفرحه كبيره. ولكن مع الجلال المصاب، الجلال المصاب يعني تاسفنا، ما عندنا ما نديرو، والله بغاه ما عندنا ما نديرو، هذه مشيئه الله سبحانه وتعالى. الله يرحمه. اولا البركه في راسكم اسيدي، كنعزيكم الشعب المغربي كله كيعزيكم. شماكم باس خويا، شكرا شماكم باس. قول لنا على اسامه مسكين. واش غنقول لك، كان ولد طيب الله يعمرها الارض، ديما الابتسامه في فمه ديما. ما اش غنقول لك، راه الناس يقولوا لك اللي كاين، ما انا ما عندي ما نقول لك، الناس يقولوا انسان طيب. هو انسان طيب، سكوتي ما كيدويش، ديما الابتسامه في فمه، ديما بزاف الحوايج ماشي. انت العم ديالو قبل ما توقع عليه الحادثه كنتي تلاقيتيه؟ شفتو، نهار ملي كان عرس في كتبو كنت شفتو، كان موات في الكتف ديالو. ديك الساعه غادي خدام بالليل شفتو. وملي مشيت للغد قالوا لي طرات لي ديك السيده. ما زرتيه في المستشفى؟ مشيت عندو شفتو. كيفاش كانت الحاله؟ لا يرثى عليها السيد. كنقول الاكسجين ماشي دوما عندو الاكسجين ديريكتوم، ماشي زعما دوك اللعيبه دير هنا ديك تويو فمو ما كيدوي ما والو. السيد عيني مسدودين يعني مغيب 20 يوم في الكولا، ما كانش الحاله ديالو تحسنات شويه، ما كاين لا تحسن لا والو، لان خص لوكور يتريقل مع المخ. هذا باش بنادم هو القلب خدام، ولكن المخ ما خدامش. مع ذلك كان عندكم امل ان كان امل في الله، كنصليو ونطلبوا الله والناس كيدعيو معنا وبغى الله، ما عندنا ما نديرو. تلقيتي الخبر الوفاة ديالو؟ وانا خويا خدام البارح بالليل، انا تعاودوا لا انفيرميري يعاودوا من لوبيطال قالوا لي راه ولد خوك مات. انا ملي كيقول لك مات راه كتحس بها بواحد انا الان ما ناعش كاع. ونطلب لي الرحمه في النهار والمغرب. الله يصبركم اسامه. اللهم امين اخويا، وشكرا لكم انتم يا في هذا المقر. هذا التيره اللي تتشوفوا فيه قبل ما يكون كان حمري ولعب فيه ود 7 سنين، وهو الممتنان ديالو هذاك تيقول لك انا كنتمنى نلعب في الوداد، لان هو دمو ودادي، تنشد فيه تنقول انا رجوي، تنقول لها اسامه ولي رجوي وانا ندور معاك ولي رجوي، قال لي لا انا ودادي نتمنى نلعب في الوداد. هنا تعلم الكره هنا في مع دريس العلوي، ولعب هنا مع حموت، هذا ديال الوداد عندكم هنا اللي لعب هنا، حتى هو ولد 4 سنين و5 سنين هذا اللي هنا، ولعب مع اكرم نقاش في هذا الملعب هذا، ولعب مع ها وناحي لعب معاه